السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العلاج بنتي هو كيبدأ أولا بأن الإنسان يخرج من الدائرة الضيقة، يخرج مع الناس. الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان لا بد أن تكون له علاقات مع الآخرين، وهو في طريق هذه كيكون دائما عنده المحطات. عندنا احنا 5 محطات في اليوم، هي الصلوات 5، هي بحال غادي في واحد لوطوغوت طريق سيار، ولكن كتلقى لك واحد المحطات على الاستراحة، هي الصلوات 5. ملي نسمع الصلاة كنوقف جميع الأنشطة وكنمشي نصلي لله رب العالمين، ثم أستأنف طريقي وكنحرص على أنني ندير شي عمل في فائدة لنفسي وللمجتمع، لأن العمل إذا كان غير لنفسي راه نقص، خاص يكون العمل لنفسي أولا وأيضا للمجتمع. كاين بعض الناس عندهم أموال طائلة وعندهم الوسواس، ما السبب؟ لأن العمل ديالهم لذاتهم فقط، هو بغير بغير هو، ولكن لما يكون العمل اللي يقوم به يعم المجتمع ويتمادى نحو الآخرين، غادي يشعر بالفرحة وغادي يشعر بالإيجابية وغادي يشعر بأن له فائدة في الحياة، وهكذا سوف يتخلص من الوسواس الخناس ولن يحتاج إلى أدوية. خديجة أيضا بنتي، الناس ديال زاكورة كنعرفوهم، ناس طيبين، ناس متواضعين، وناس قانوعين بالقليل، والإنسان حسب مؤهلاته كيقلب على خدمة. كاين من الخدمة اللي ممكن تقدر يديرها، كيعطيك مثلا بحال الوضعية ديالك، ما قديش في المدرسة راه ممكن تكوني مربية. كاين بعض العائلات عندهم وليدات وبنيات صغار، الزوج والزوجة كيمشيو للعمل وكيبقاو بنياتهم وليدهم صغار في البيت رضيع، خاصو المواكبة. ممكن هكذا تكون مربية كتفاعل الحنان والعطف والنظافة، وغتكون إن شاء الله وظيفة مطلوبة. هذه عادات ديال الناس كنعرفهم كيقلبوا على شي حد يبقى مرافق لوليداتهم ويخلصوهم مزيان ويتهلاو فيه مزيان. كاين كذلك نساء مسنات ولادهم كبروا وتزوجوا وخدموا ما مسالينش، والمرأة ولات مسنة أو الرجل مسن وكيبغي واحد الرفيق داخل البيت يعطيه الدواء في الوقت، يعمر عليه الدار، يحل الباب لدق شي حد غير يعمر عليه، عمل غير متعب. كاين عائلة كبار محتاجين لشي واحد يكون هكذا أنيس، وكاين عدد الأبواب ديال الخير كثيرة ومتعددة. إن شاء الله بنتي خديجة نبقى نتواصل معك، وربي يجيب لك التيسير بشي رزيق، وديري إن شاء الله العلاج الكامل للعوينات ديالك والدات ديالك، وربي يغنيك من فضله. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا رب السادة المستمعين، للا خديجة كتطلب منكم واحد دعوة. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، في هذا اليوم الأغر فاتح شهر ربيع الأول، اللهم هاد البنية للا خديجة تولها بكامل العناية والرعاية، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية، اللهم اعطيها الرزق الوفير والخير الكثير، واكتب لها السعد الجميل، واختر لها الزوج الصالح الذي يسعد قلبها وينير طريقها. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ألو السلام عليكم. أهلا سي الحاج، كيداير؟ أهلا بنتي خديجة، لاباس عليك كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله، عمي انت لاباس عليك وصحتك لاباس، الوليدات لاباس، بارك الله فيك. الحمد لله بنتي، يسهل عليك يا عمي، الله ينور طريقك والله يطول عمرك يا عمي. كيفاش نقول لك يا عمي الله يرحم لك الوالدين يا عمي، والله يا عمي ما عندي لا دويله ولا عمي لا مريض يا عمي، النفسيه ديالي محطمه لي يا عمي، حيت عندي هذا المرض الثاني يا عمي هالكني بزاف يا عمي. الله يرحم لك الوالدين يا عمي، الله يسهل عليك يا عمي، كان شي محسن ولا شي يعاونني يا عمي، والله ما عندي لا دويله ولا عمي ازمه، ومع هذا الوسواس يا عمي زاد قهرني بزاف يا عمي. خديجه انت شنو هو المرض بالذات اللي عندك؟ مناش كتعاني يا بنتي؟ انا عمي عندي هذا المرض ديال النفسان عمي، النفس ديالي ضيقه عليا بزاف عمي، والله تيتخربق لي راسي، تيجيني بحال هكا الحماق، بغيت نعطي كاع عمي نخرج الخلايا. الله يحفظك يا بنتي. والله عمي مالي مريض عمي. وسبق لك مشيتي عند شي طبيب؟ مشيت عمي عند طبيب نفساني، يلاه درت معاه الحصه الاولى وما عنديش عمي باش نكمل، وانا نحبس ما عندي باش تسوي لي دواء، وانا نحبس عمي، لا يحتاج الدواء عمي والو، ما عندي ما ندير عمي.
الله يشفيك يا بنتي. الله يعني عمي رحم لك الوالدين عمي وشعلة فقيرة عمي. الوالد كبير في العمر عنده شي في 85 عام في عمره ما شاء الله. مسكين توا عنده واحد الرجل كانت عندها مسكين واحد العقرب ملي كنا في باكورة كانت داروا لي هذيك البوطة داروا لي هذيك البوطة الصغيرة في رجلي وكانوا طيحوا لي مسكينة في رجلي في 4 أصبعان من رجلي. لا إله إلا الله الله يشفيها. كان عمي والو الحال فقيرة ومعنا كريمة عمي كان يعني خدام لي خواتاتي واحد زويزة ولكن ما يعني الله هذاك الشيء اللي تكافؤوا فيه مع الكرا والموت والمصيري. خديجة شحال العمر ديالك يا بنتي؟ شحال العمر ديالك؟ أنا عمي عندي شي 28 عام في عمري. واش كديري في الحياة؟ كتقراي خدامة كديري؟ لا عمي أنا ما تنزل والو ما عمري قريت كاع عمي ما عمري ما كتبت المدرسة. كنت قبيلة ملي كنا جينا لهنايا ملي جينا من الزكورة كنت خدامة عمي ولكن صافي ملي تصابت في عويناتي مرضت عمي صافي ما بقيتش خدامة. دابا عويناتك حتى هما مرض ليك؟ لا عندي عمي وحدة مريضة اللي عندي فيها الشبكة اللي قلت لك عليها العملية اللي قال لي الطبيب راه خصك دير لها العملية ولكن العملية كتقام شوية دايرة شوية غالية شوية وحدة عمي ديال عندي لي فريا كنشوف بها شوية عمي بعدا كانت تحرك ليا. الله يشافيك يا بنتي الله يشافيك لا اله الا الله. دير معايا عمي شي دعاء الله يحفظ لك وليداتك يا عمي والله يسهل عليك يا عمي والله ينور طريقك يا ربي والله والله الله يرحم لك الوالده والوالد الله يزعم يا ربي لنا قامت. خديجه بنتي شنو الخدمه شنو هي الخدمه اللي شنو هي الخدمه اللي ممكن تقومي بها؟ شي خدمه مثلا؟ انا عمي ما قاريه لا والو. ربما في اشغال البيت ربما تخدمي في شي بيت من البيوتات. زين بيت ممكن تحرك فيها عمي شويه قاعده تتوقع الدرك عمي فين ندير فيها وين؟ لان حتى دابا الفراغ هو الفراغ ما خدام انسان ما كيدير والو هذا هو سبب المرض النفسي هذا هو سبب الوسواس. الفراغ هو الموطن الذي ينبت فيه الوسواس والامراض النفسيه. خاص الانسان كنحاربوا باش يبدوا اننا كنديروا واحد النشاط معين واحد كنملؤوا الفراغ ديالنا. كاين عمي وانا عمي ما تندير حتى حاجه عمي والو سد عليا جالسه في واحد البيت سد عليا عمي صافي ومل كاع من راسي عمي. لا اله الا الله بنتي الله يفرج عليك. يسهل عليك عمي لما دير ليها واحد الدعاء عمي الله سبحانه وتعالى يفرج عليا ويشافينا عمي ويعافيني وكنتمنى من الناس المحسنين عمي اللي كيسمعوني يعني يعاونيني عمي نخرجيني من هذه الحاله فين كنت عمي يخرجينا عمي من هذا الضيق نتمنى الله سبحانه وتعالى يخرجهم من ظلمه الكفر الى النار. يا رب من الله سبحانه وتعالى يفتح لي باب الجنه ويصير لي كامل الله يرحم لك الوالدين. واخا بنتي خديجه العفو العفو بنتي انا الله يحفظ لك عمي وليداتك الله يحفظهم لك عمي. بارك الله فيك بنتي بارك الله فيك. انا احتفظ بالرقم ديالك ان شاء الله بنتي خديجه وان شاء الله ربي يفتح باب ديال الخير ان شاء الله ونتواصل معك وربي يكتب لك الرجاء. غير بغيت نقول لك بنتي خديجه اول حاجه المرض النفسي اللي هو مرض الوسواس لأن الأمراض النفسية هي متعددة ومتشعبة ومتنوعة ولكن 70% أو ما يزيد هي في الأصل ديالها وسواس ولو عند تسمية علمية كثيرة كيقولها العلماء المختصين في علم النفس لكن في الجوهر وفي العمق الأصل ديال المرض النفسي هو وسواس. وما هو الوسواس؟ الوسواس هو عبارة عن روح خبيثة روح خبيثة كتسلط على الإنسان كتسلط عليه وكتدخل ليه معاه كتدخل معاه في الفكر وكتبقى تكلم معاه كتقول لي كلام وكتقول لي حوار وكتدخله في بعض الإشكالات وكيعود كيدور في واحد دائرة مفرغة. ما الغاية من هذا الوسواس؟ هو الوسواس كيخلق لك مشاكل ومن بعد كينفت فيك الخوف والرعب والذعر كيعود عندك كيبدا يعزف لك على الأوتار النفسية. حتى حنا في النفس ديالنا عندنا أوتار كل وتر كيخرج واحد النغمة. كاين الوتر ديال الفرح كاين الوتر ديال السرور كاين الوتر ديال التفاؤل كاين الوتر ديال السعاده وايضا كاين الاوتار اخرى سلبيه الوتر ديال الخوف وديال الياس وديال الرعب. هذاك الوسواس كيبدا يعزف على هاد الاوتار فيصير هاد الانسان المريض كيشعر بالخوف الشديد من لا شيء. الا سولتي مناش كتخاف غادي يقول لك لست ادري وغتلقى كيشعر بالياس. لماذا ما الداعي لكي تشعر بالياس والحياه راها جميله وفيها ما يسر وفيها ما من اجله يستحق ان نعيش؟ كيقول لك لست ادري لان
الحق حقيقة الأمر هو أن ذاك الوسواس ينفث في روع هذا الإنسان المريض. ولماذا كل هذا؟ باش ينفرد به. الوسواس الخناس هو عبارة عن روح خبيثة تتغذى على أجمل ما كان في بني آدم. بنو آدم احنا المخلوقات الآدمية الله تعالى أعطانا واحد الهرمون سميته هرمون الحياة، واحد الخلية بالداخل ديالنا فيها رحيق الحياة، رحيق الحياة. ملي كتلقى واحد الإنسان متفائل وكتلقى دائما يضحك ويبتسم ومقبل على الحياة ولا ينظر إلى المشاكل خلفه، وكتلقى دائما وجهه مبشور وحنا قمزنقين ومقبل على هذا، كتلقى عنده فائض ديال رحيق الحياة موجود عنده، الجسم يفرزه وينتجه. هذاك الشيطان اللي هو من الأرواح الخبيثة اللي هو الوسواس كيقدر يتسلط على الإنسان وكيبغي يمص منه هذا الرحيق، فكيبدأ في الأول أنه كيعزلو على الناس. أول ما كيبدأ به كيعزلو على الناس، لأن هنا كننصحه اللي كان مريض العلاج لا يكون بتناول دوما الأدوية أو تناول الأقراص، العلاج يكون بالاندماج في المجتمع، ندخل المجتمع ونتحرك داخل المجتمع، هذا هو العلاج رقم واحد. أما هذا الوسواس الخناس فهو كيجر الإنسان أنه للعزلة، كيحاول ما يمكن يفقد الثقة في الناس، كيقول لي راه ما بقى خير، راه البشر كلهم فيهم السوء، راه ما بقى معاه من ندير كلام هكذا، باش يعطيك واحد النوع من اليأس في الناس، وكتدخل لسوق راسك وكتغلق عليك الباب ديال الدار ديالك، ومن تما هو كينفرد معك وكينفرد بك لما تدخل إلى غرفتك وكتغلق الباب وكتغلق النافذة وتطفي الضوء، ديك الساعة كيدخل معك هو الفراش وكيبدأ يقول لك هذا الكلام على الوسادة، حتى كي انت كتيأس وكيبدا يمص منك رحيق الحياة. في الصباح ملي غتفيق غتلقى راسك فين يوم، غتلقى راسك بأنك ضعيف ومتلاشي وغير قادر على العمل وما عندكش الرغبة في الحياة، وكتكون غضوب، يعني كيتكلم معك الواحد كتنفر عليه بسرعة، وكيتصبح عندك النفس ضيقة، نفسك ضيقة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.